أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد، صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآلي محمد، اللهم صل على محمد وآلي محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده على عواقب الأمور ومجريات الدهور حمدا كثيرا سرمديا أبديا، عدد ما خلق من مخلوقاته وما أضاء نجم وطلع قمر وأشرق كوكب وأنارت شمس، الأول والآخر والظاهر والباطن، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريكا في الملك، ولم يكن له وليا من الذل، وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، العربي القرشي المكي المدني الأبطحي التهامي، السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، المظلل بالغمام صاحب الركن والمقام، المبعوث رحمة للأنام، الملقب بالصادق الأمين، من ذا عهد قريش القديم، والمتكلم مع الشجرة والضبي، والمسبح في كفه الحصى، من خاطب القمر فانشق له نصفين، كما نطق رب العالمين جل جلاله بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر واخضر العود في يده وأثمار، وحن له جذع وتأثر، ونطق بفضله البعير، ومرر خده وجهه في أثر الأقدام البشير النذير، ذلك سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم السلام والإكرام على السيد المطهر والإمام المطفى الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم طوبى وصخر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم بالنص الجليل المخلص الصفي ليث بني غالب مظهر العجائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب والهزبر السالب ونقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب إمام المتقين وإمام المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم السلام والإكرام والتحية والإعظام على السيدة الجميلة المعصومة الكريمة النبيلة
الرضية الحليمة العفيفة سيدة النساء الأنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول العذراء فاطمة التقية النقية الزهراء عليها السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الإمامين الهمامين التمامين السيدين الفاضلين الكاملين الباذلين العادلين العالمين العاملين الأورعين الأطهارين الشمسين القمرين الكوكبين النورين الأسعدين كهفي التقى وغوثي الورى اللهم صل على محمد وآل محمد بدري الدجى طولي النهى علمي الهدى كاشفي البلوى والمحان صاحبي الجود والمنن الإمامين بالحق أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عليهم السلام اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأنوار الورى أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادين للخلق معالم الدين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله أعلام الهداية وأخطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسوار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم الذي لا يموت سادات الأنام وأنوار الظلام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والعسكري حسن والحجة المهدي صاحب العصر والزمان عليهم جميعا صلوات الله أفضل الصلاة والسلام علي.